هلا والله، كثير حدثوا للسناب الجديد وما عجبتهم الواجهة لأنه يضيع بين اللي تابعهم والمشاهير، فيبغى يرجع للسناب القديم أو الشكل القديم، فهذه طريقة الآن ترجعك للسناب القديم. أول خطوة نحمل تطبيق للفي بي إن، وهذه عندكم 3 خيارات وأنا أرشح ماستر في بي إن. الخطوة الثانية نشغل تطبيق الفي بي إن وبنستخدم هذا التطبيق، وتطلع هذه العلامة انها اشتغل. هذا هو الفي بي ان شغال والسناب على الشكل الجديد. نجي ونقفل الجوال بنفس الطريقة لكل جهاز ونقفله، وبعد ما قفلنا الجوال وشغلناه بيرجع السناب للشكل القديم. بعد ما اشتغل تقدر تقفل الفي بي ان للفي بي ان يبطئ النت عندك، والسناب هذا هو شغال ما في اي مشكلة. بس اهم شيء لا تسوي خروج منه، لأنك لو سويت خروج كذا 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 وانت مطفي الفي بي ان بيرجع للشكل القديم. يعني بعد ما تطبق الحركة لا تسوي إغلاق للسناب من الخلفية، يعني لا تحذفه مرة، خله زي ما هو في الخلفية شغال ويصير على الشكل القديم حتى لو الفي بي ان طفيته.